السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح البدايات الجميلة اللي نبتديها معاكم مشاهدينا ومستمعينا، بداية أسبوع جديدة وحلقة جديدة من برامج صباح صباح. نفس ما عودناكم بناخذكم معنا في جولة صباحية بنتعرف فيها على أهم وأبرز الفعاليات اللي صايرة في الدوحة. صباح النور يا نور. صباح الخير يا خلود، وصبحكم الله بالخير مشاهدينا، وحياكم الله في حلقة جديدة تجمعنا معاكم وأسبوع جديد نبدي معاكم. ونوعدكم بأن راح نتضمن مواضيع تهمكم. وبداية حلقتنا لليوم بنروح لمنادي بقناة الريان المتواجدين في أكثر من مكان في قطر، وعشان تعرف على اللي بيقدمونه لنا اليوم من مواضيع تخص حلقتنا، خلنا نور نبدأ مع نديبنا حمد الفياض. ويا هلا فيك يا حمد، وقول لنا شنو عندك. احنا اليوم معاكم من قطر خيرية. قطر خيرية حصلت على المركز الأول في إغاثة سوريا، وهذا الشيء مو بجديد عليها. طبعا مثل ما انتم تعرفون ان قناة الريان دائما تسعى للتوعية، وانا اخذت عهد على نفسي ان في كل فقرة بقول لكم معلومة جديدة عن المكان اللي احنا فيه. قطر خيرية تأسست 1980 وانضمت للأمم المتحدة 1997. طبعا بنتكلم اكثر عن هذا الموضوع مع ضيف مميز، انتظرونا ان شاء الله فقرات. يعطيك العافية. أنا ولا أنتي؟ لا أنتي. يعطيك العافية حمد، وأكيد راجع لك. إيه أكيد بنرجع لك أخوي حمد في سياق الحلقة. ومن قطر الخيرية ننتقل إلى زميل سعود المتواجد بسوق واقف. صباح الخير يا سعود. يا مرحبا يا نور وخلود، أصبح عليكم بالخير وأصبح على مشاهدينا الكرام بالخير. طبعا على أنا موجود في مجلس الدامة وعلى هامش احتفالات سوق واقف. ينظم مجلس الدامة بطولة الدوحة للدامة اللي إن شاء الله تستمر يوميا، وعدد كبير يعني من المشاركين ومجموعة من الفئات الناشئين والشباب اللي يشاركون في هذه البطولة. طبعا بنرجع لكم بعد شوي مع التفاصيل أكثر عن البطولة مع ضيف، انتظرونا. يعطيك العافية يا سعود، حماس من الصبح صحيح. ومن سعود في سوق واقف ننتقل لنديبنا عبد الرحمن المري. صباح الخير عبد الرحمن، قول لنا انت وين وشنو عندك. صباح النور والسرور يا خلون، صبح عليك على الاخ نور المنصوري، صبح جميل على صباح جميل لمشاهدينا الكرام ومستمعينا في كل مكان. اليوم اكملت الجمعيه القطريه للسكري تنظيم مخيم شباب التحدي للسكري الرابع اللي ينضم هذا المخيم على السنه الرابعه للتوالي. يستمر هذا المخيم من تاريخ اليوم اللي هو 13/4 حتى تاريخ 17 اللي هو يوم الخميس تاريخ 17/4. يهدف هذا المخيم الى استهداف نوع من الشباب المعين المصابين بالسكري من النوع الاول لمرض السكري اللي يستهدف فئة العمريه من سن 12 الى سن 15 سنه. عن اهم اهداف هذا المخيم واهم تفاصيله راح تشوفونه ان شاء الله باذن الله تعالى من امام مركز شباب برزان، فانتظرونا باذن الله تعالى في فقرتنا الجايه. شكرا عبد الرحمن، وان شاء الله راجع لك. ومن مخيم السكري مشاهدينا ننتقل الى سوق واقف مره ثانيه، ولكن عند نديبتنا دعاء الفياض. صباح الخير يا دعاء. صباحك الله بالخير يا نور، وصباحك الله بالخير خلود، وصباحكم الله بالنور والسرور مشاهدينا. أنا موجودة في فندق النجادة في سوق واقف، وتحديدا في المطعم في الفندق. طبعا اليوم بقرأ لكم الصحف وبنبتديها مع جريدة الراية، واللي جات أولى عناوينها الفرق الشعبية تواصل تألقها في سوق واقف، عروض الباركور البريطانية تبهر الجمهور. من عناويننا كذلك في جريدة الراية تخريج دورة الغطس التأسيسية للضباط 24. ومن الراية الاقتصادية عندنا الاقتصاد العالمي يتعافى ببطء، كيو ام بي قطر تقود النمو القوي لمنطقة الخليج. وأيضا في الراية الاقتصادية 31.5 ألف مستثمر جديد بالبورصة في 2014 شركة قطر للإيداع المركزي.
وصلنا للجريدة الثانية وهي جريدة العرب، وعندنا من عناوينها 19 برنامج تدريبي للموارد البشرية بالتعليم. وكذلك في العرب الاقتصادي حلت بالمرتبة 12 خليجيا مقتربة من إعمار، القيمة السوقية لمجموعة إزدان تقفز إلى 18 مليار دولار. ومن عناويننا في العرب الاقتصادي، القطرية تنقل عملياتها لمطار حمد الدولي في مايو مع اكتمال صالات الدرجة الأولى ورجال الأعمال. طبعا هاي الخبر معاه العديد من الصور اللي يعني تبين مستوى الرقي ومستوى المتقدم اللي وصلت له المطارات الجديدة والخدمات القطرية. وصلنا إلى جريدة الوطن وأولى عناوينها، سيارات إطفاء جديدة للبحرية الأميرية تعزز من القدرات والإمكانات لمكافحة الحرائق. وعندنا في العرب في الوطن الاقتصادي، الدولي يرفع توقعاته حول إجمالي الناتج المحلي لاقتصاد نمو قوي للقطاعات غير النفطية. وعندنا كذلك في الوطن الاقتصادي، مشاريع البنية التحتية تزداد في الخور والذخيرة والمصلال، تقرير الأسمخ المطورون العقاريون الاتجاه شمالا. ما علي توهكت في الجرائد. عندنا الحين في جريدة الشرق، قطر الخيرية وراف تسيران أكبر قافلة مساعدات للنازحين في الداخل السوري، ضمت 204 شاحنات محملة بالمواد الإغاثية. وإشادة تركيا بدعم قطر للشعب السوري. وعندنا من عناويننا في محليات الشرق، الأوقاف أعدت مشروعا متكاملا لتأهيلهم، مال الله خطة متكاملة لاستقطاب وتدريب الأمة القطريين. وكذلك في محلي في الشرق، توفير 7 فرص توريد للشركات الصغيرة والمتوسطة مع اللؤلؤة لتسهيل الغاز، يعلن عنها خلال ورشة عمل تستضيفها شل قطر وبنك قطر للتنمية الأربعاء. طبعا عزيزاتي وصلنا للمقال، لكن بقرا لكم اياه ان شاء الله في رجعه ثانيه. اترك لكم الكلمه في الاستديو. يعطيك العافيه دعاء على هذه الاخبار المتنوعه اللي اعطت لنا اياها. وعلى سبيل التغيير المقال بنخليه يعني له طلع بروح اكيد مره ثانيه. طبعا من نص الاخبار اللي قالتها طبعا فيها اشياء تخص الدوحه كثير، زين، وغير عن الفعاليات والنشاطات متزامنه مع الاجازه. صحيح. في مهرجانات، ترى خلص المهرجان التركي متى؟ أول أمس تقريباً. زين، غير الفعاليات اللي في سوق واقف أنا أمس اللي لحم غطيت في تراحيب، يعني كانت فعاليات جدا جدا وايد حلوة، ويعني كثر ناس وازدحامات طبعا من دول الخليج كلهم متواجدين. يعني المكان حتى لو بتمرين بتشوفين هالازدحامات، بتشوفين العروضات الموجودة، أنت بتنبسطين. ونفس ما شفنا اكيد دامنش تكلمت عن مهرجان سوق واقف، وعندنا دعاء وسعود سوق واقف، بعد بنظل معاكم في سوق واقف ومهرجان سوق واقف اللي تستمر فعالياتها تزامنا مع العطله المدرسيه للفصل الثاني، وذلك لاستقطاب العائلات في اجواء من المرح والاحتفالات والبرامج الترفيهيه. كم مره قلت سوق واقف؟ مرتين ولا ثلاث. زين، ورصدت مشاهدينا قناه الريان السعاده اللي قلت لكم تغمر الاطفال اللي جاوا مع اهاليهم للاحتفال بمهرجان سوق واقف، حيث المتعه والتشويق اللي صنعتها الالعاب والفقرات والعروضات المقدمه في المهرجان، واللي نالت اعجاب صغير قبل الكبير. خلونا نتابع مع بعض هذا التقرير عن المهرجان. صراحة ما كنا متوقعين في خلال يعني كم سنة
نشوف السياحة عندنا والله يعني ما الواحد ما يصدق ويعجز اللسان عن يقول السياحة عندنا وخاصة في سوق واقف. أول ما جيت رحت الألعاب تمشيت خلاص جيت هني نقعد نتمشى نغير جو. والله احسن ما صار ان العطله جات مع الاحتفالات وان العوائل تقدر تجي وتغير جو في هالمكان الطيب والجو ما يحتاج حلو. مهرجان الصيف شيء رائع وتقليد ممتاز في دولة قطر يرتب سنويا وأنا جيت عاني عشان أشوف الفعاليات الموجودة هذا العام وبصراحة فعاليات مبهرة وجميلة ورائعة ونتمنى لهم النجاح بمثل هذه الفعاليات الجميلة التي يحضر الناس من مختلف دول تقريبا المجلس التعاون لمشاهدتها. رحنا تمشينا أنا وصديقي فهد وشفنا المسرحيات والسيرك والألعاب. تسعة أهلي استانسنا لعبنا كل الألعاب أحلى لعبة عندي لعبة هاي التركيب. نفس ما شفتي الاستمتاع بالفعاليات شفتي لي هالش كثر مستنسين أمس تأثر الأجواء وايد حلوة يعني مش حر زين وهواء بارد والجو حلو زين يوم رحت قدمت من هناك غطيت دي تي ال حق تراحيب زين أنا استمتعت أكثر ترى على الأطفال يبون يشاركون يبون يطلعون الفرحة اللي فيهم يبون يتكلمون يدردشون. الفعاليات أكيد متنوعة حق الكبير والصغير نفس ما قلنا وبنظل معاكم بعد في سوق واقف وبنروح إلى مجلس الدامة بيخبرنا نديبنا سعود شنو اللي عنده وتفضل يا سعود. يا مرحبا يا خلود ونور أرحب فيكم وأرحب بمشاهدينا الكرام. طبعا مثل ما قلت يتنظم على هامش احتفالات سوق واقف بطولة الدوحة للدامة اللي نظمها مجلس الدامة. طبعا بنتعرف على تفاصيل هذه البطولة من خلال ضيفنا السيد محمد بن سيف الصليطي عضو مجلس الدامة والمنسق العام للبطولات. يا هلا ويا مرحبا. نرحب فيك في البداية ولو تعرفنا عن البطولة. يا هلا ويا مرحبا. بداية أنا أصبح عليك وعلى السادة المشاهدين بالخير ويعطيكم العافية ونرحب فيكم في مجلسنا هني في مجلس الدامة في سوق واقف. عرفنا عن البطولة وشون شفتوا المنافسات فيها؟ طبعا البطوله طال عمرك ابتدت بالتزامن مع احتفالات سوق واقف اللي هي اعتباره من تاريخ 10 الى تاريخ 18 ان شاء الله القادم. البطوله المستهدف فيها طبعا اللي كانوا هم ابنائنا طلاب المدارس حاولنا نرضي اكبر قدر ممكن من المتسابقين والمشاركين. قسمنا البطوله الى 5 فئات 3 فئات منهم للمحترفين الكبار فئتين خليناهم اللي حق هم طلاب المدارس والأشبال الصغار. تقريبا في كل فئة كم عدد المشاركين؟ في كل فئة خلينا 5 مشاركين بحيث أن 15 لاعب 3 فئات كبار 15 لاعب يتنافسون مع بعضهم على المراكز الأول والثاني والثالث. لو تعرفنا عن أوقات البطولة هل هي صباحية مسائية ولا أوقات محددة؟ احنا فصلنا الكبار طبعا عن الصغار. الكبار اللي هم من بعد صلاة المغرب تبدأ فعالياتهم مع فعاليات السوق هني لغاية الساعة 9:30 بالليل. فئات طلاب المدارس طبعا بحكم ان السوق مكتظ الصراحة وزحمة فما قدرنا ان نجيبهم الصباح خليناهم من ضمن فعاليات الصباح. ففصلنا الكبار عن الصغار. الصغار احنا نجيبهم الصباح من الساعة 9:30 الصبح لغاية 11:30 الصبح اللي هي فترة صلاة الظهر يعني مع صلاة الظهر. أبو سيف لو تعرف مشاهدينا الكرام عن جوائز البطولة. الجوائز طبعا المكتب الهندسي الصراحة لا يألو جهدا في دعم التراث
والمسابقات في السوق عموما، فخصص حق المسابقة كلها جوائز صراحة أنا أعتبرها كبيرة، وجوائز حق كل فئة من الفئات المشاركة الخمس فئات، يعني كل فئة تلعب لها جائزة معينة. بس لو تعرفنا بسيف المشاركة هل هي محلية ولا خليجية؟ لأن قبل لا نطلع الهواء كنت تسولف لي أنت عن غبال من دول الخليج من أوروبا، كنت تكلمنا عنها. احنا في البداية كنا بنسويها بس حق القطريين، بس لما شفنا الإقبال كثير الصراحة فتحناها حق كل المقيمين الموجودين على أرض دولتنا الحبيبة قطر، فخليناها بطولة مفتوحة بالنسبة حق الكبار، أي مقيم قطري غير قطري يا مرحبا يا مسهلا يقدر يشارك معنا في البطولة هذه. الله يعطيكم العافية وبيض الله وجهكم. حب نطلع عن موضوع البطولة شوي، بس يعني لو تعرف مشاهدينا يعني اللي حاب يجيب عياله مجلس الدامة، هل أنكم توفرون يعني دروس تعلمونهم لعبة الدامة وتعلمونهم القواعد اللي موجودة؟ والله إحنا بداية نرحب خاصة في الجيل الناشئ هذا اللي هم طلابنا أبناء المدارس، إحنا نرحب فيهم نهتم فيهم، عندنا ناس تدربهم، عندنا ناس يعني تعلمهم مبادئ وأصول اللعبة، هي قبل لا أن تكون لعبة هي أساسا موروث من تراثنا. صحيح. يعني لعبة لعبوها الأباء والأجداد، فحلو لما الطفل يعرف أن هذه لعبها أبوه وجده وأبو جده وإلى الآخر يعني. الله يعطيكم العافية وبيض الله وجيهكم على جهودكم. حاب أنك توجه كلمة أخيرة للمشاهدين. والله أنا أشكر صراحة قناة الريان وأشكر زيارتكم القناة المميزة اللي الصراحة يعني بصماتها واضحة ومشهود لها للأمانة يعني. لا شكرا على واجب. الله يرضى عليك. يعطيك العافية. وطبعا مشاهدينا الكرام مثل ما تعرفنا على تفاصيل بطولة الدوحة للدامة اللي نظمها مجلس الدامة، وطبعا مشاهدينا اللي جاي السوق يا مرحبا به، حياكم مجلس الدامة، ومنها انكم تعلمون اللعبة. وطبعا يعطيهم العافية الشباب موجودين هنا، وان شاء الله انهم بيعلمونكم قواعد هذه اللعبة وشروط هذه اللعبة. يا مرحبا بكم ومسهلا مشاهدينا الكرام، وحياكم بعد مهرجان احتفالات سوق واقف اللي بيستمر ان شاء الله لين تاريخ 18 من هذا الشهر. وهذا اللي عندي من مجلس الدامة، وارجع للخوات في الاستديو. نشكرك سعود، نشكر ضيفك نور. المفروض اليوم نحط اعلان قبل نخلص الحلقه، كم مره قلنا سوق واقف اليوم؟ نسوي عليها سحب. خليني اقول حق المشاهدين اللي حاب يجيب عياله او يعلمهم، هي مش مجرد بطوله، اللي حاب يعلمهم او يدربهم او يطلع على لعبه الدامه، طبعا هاي لعبه اجدادنا عشان ما تندثر مع الايام، طبعا يجيبهم سوق واقف زين، وديهم مجلس الدامه عشان يتعلمون هذه اللعبه اللي تخص اجدادنا وابائنا، هي جدا حلوه يقولون عنها انزين، وفيها نوع من الحماس تقريبا، هي نفس الشيطرنج لو شفتي، صح ولا لا؟ ما شفتيها محطوطه انزين، هي نفس الشيطرنج. في حبيت اكتشفها ترى، بروح بمر انا عليهم صدق، انا مالي خص في مره لكن بروح امر عليهم بشوف، لان هي تخص الشيطرنج. مشاهدينا فقراتنا المباشره ومواضيعنا لها الصباح مستمره معاكم، خلكم معانا، فاصل وراجعين لكم.